اوكي، سؤال اليوم اللي هو ال 2.6 regarding the withdrawal of the partner، انسحاب الشريك. تحدثنا عن تكوين الشركه، توزيع الارباح، انضمام شريك في الجزء اللي فات. اليوم بناخذ جزئيه اخرى اللي هي الانسحاب، انسحاب الشريك، والجزئيه الاخيره تصفيه الشركه. سؤالين بسؤالين. And Barks Partnership Balance Sheet reports capital of 55,000 for O'Hara and 110 for Barks. O'Hara is withdrawing from the firm. The partnership have shared profit and loss 1/4 to the first partner, 3/4 to the second partner. هذه توزيع الأرباح ورأس مالهم مذكور سابقا. The partnership agreement state that withdrawing partner will receive cash equal to the book value of his partner's equity. That's all. إن الشريك المنسحب راح يستلم حصته الأولى اللي شارك بها. البوك فاليو، القيمة الدفترية الرأس ماله، بمعنى أن ما لنا علاقة إذا زادت أسعار الوصول، نقصت أسعار الوصول، في مكسب، في ما لها علاقة. إذا الاتفاقية تنص أن الشريك المنسحب ياخذ حصته اللي ساهمها أول شيء، كم ساهم أوهار اللي هو المنسحب؟ 55,000. إذا راح ياخذ 55,000 وتنتهي المسألة. هذه أوهارا في الديبت كاش كريدت، دفعنا له 55، حطينا رأس ماله في الديبت سايد تو كلوز ذا بارتنر كابيتال. البارتنرز كابيتال ويل بي كلوزنج اند كاش will be paid to him or to her, and that's all. There is no need to change anything in the asset or increase in their equity. فما فيش داعي لأي تسجيلات أخرى أو إضافات أو غير. هذا السؤال الأول. بالسؤال هذا فقط قيد واحد فيه. في السؤال الثاني فيها شغل شوية. On March 31st, Sandy retires from the partnership, retire or withdraw, انسحب أو تقاعد، whatever. هي خروج شريك من الشركة. Sandy اللي هو الشريك الأول. Bob, Sandy, Bob and team. The partner capital, Sandy 39, Bob 47, team 18,000. The profit and share, the profit and loss sharing ratio has been 5-3-10. يعني هذا له 5/10، 3/10، 2/10. من وين جاي العشرة؟ مجموع. For Sandy, Bob and Bob and team respectively على التوالي. هنا في عندنا حالتين، احنا شفنا ثلاث حالات. Generalize withdraw Sandy assume he or she receive 55,000 cash. على فرض انها انسحبت واستلمت 55,000، كم لها؟ لها 39، دفعوا لها اكثر. على فرض انها انسحبت واخذت 30، دفعوا لها اقل، هي راس مالها 39، او يدفعوا لها نفس المبلغ زي الحاله اللي فاتت 9 لما بوب انسحب واعطى له 55، او اوهارا اعطى له 55، راس المال المنسحب والكريدت راس مال الشريك الجديد. الكاش راح يكون في الكريدت سول، يعني انسحاب وليس انضمام. اذا نشوف الفرضيه الاولى، دفع له لها 55,000، راس مالها 39، إذا دفع 39 انتهينا كاش زي هنا، راح يكون الشريك المنسحب في الديبت والكاش بالكريدت. إذا if they paid cash equal to his partner to contribution in the partnership، إذا دفع له نفس المبلغ اللي هو مساهمه ما عندنا مشكلة. If there is a difference it could be in the debit side or it could be in the credit side. بالحالة الأولى احنا دائما نحط راس مال الشريك المنسحب في الديبت والكاش من الكريدت. النقص وين؟ النقص هنا. فراح أوزعها. ثلاثة في على خمسة، اثنين على خمسة. منين جاية هذه النسبة؟ أرجع لنسبة توزيع الأرباح بينهم هذه. اللي انسحب الشريك من هو؟ أو اللي انسحبت الشركة ثانية اللي هي الأولى. هذا احنا قلنا أول شيء توزيع 10 مجموعة، 5/10، 3/10، 2/10. لو هذا انسحب بيبقى 3 إلى 2، إذا مجموعهم 5. 3/5 و2/5. أي فرق راح يوزع بينهم؟ منين جاي 16,000؟
من الفرق ما بين ال 55 وال 39. فيه 16,000 فرق ثلاثة أخماس سنة راح يتحملها بوب، وخمسين اثنين من خمسة راح يتحملها تيم، تتوزع بينهم، يتحملها مش تضاف له. ليش؟ لأن في الديبت لما أحط رأس مال الشريك في الديبت يكون ناقص. الرأس مال the nature of the capital is debit. Whenever we put it in the the nature of the capital is credit. Whenever we put it in the debit, that means it's reduced. And when we put it in the credit, that means it increased, or it will lead to increase the account. فحساب رأس مال الشريك هو في طبيعته مدين، داين وليس مدين. كريدت الكابيتال هو داين، إذا نقص، إذا حطيته في الديبت معنى أنه نقص. زي هنا هذا نقص إلى أن وصل لصفر، رأس ماله 39 كريدت، حطيته ديبت 39 صفر، هذولا راح ينقص رأس مالهم بالحصة اللي خسروها. ليش خسروا؟ لأن هذا الشريك له 39، هم دفعوا له أكثر من اللي لهم، وبس يريدون يطلع من الشركة وينفكوا منه. الحالة الثانية العكس، الحالة الثانية لو دفعوا لها 30,000، هي لها 39، لها 39 الكاش دائما، هذا المعطية اللي معي كم لها في الديبت كم دفع كاش، فألاقي الفرق هنا 9,000، 9,000 راح أوزعها بينهم ثلاثة أخماس، راح تضاف وليس يتحملها، راح تضاف إلى بوب، و 3,600 اللي هي 50 من 9,000 راح تضاف إلى دين، لأن الرؤوس أموالهم داينة. لما يكون رصيده داين معنى أنه زاد. ليش زاد؟ لأن الحصة اللي الساندي اللي انسحبت من الشركة 39، فهم دفعوا له 30,000، إذا بتبقى 9,000 هم اللي بيستفيدوا منها وأوزعها بينهم. هنا لا، اللي لها 39 أعطوا لها 55، فهم بيتحملوا المبلغ الزيادة، إن كان زيادة هم بيتحملونه راح يضاف إليهم، وإذا كان ناقص راح يتحملونه أيضا وينخصم منهم. هذه الحالة الثانية من انسحاب الشريك. في شيء بس نجي على الليكويديشن، التصفية. تصفية الشركة قلنا فيها عدة خطوات. في البداية أول شيء تباع الأصول، ثم تسدد الديون اللي عليهم، ثم تصفى الشركة. فعندي هنا الشركة روبيس سكوت اند فان are liquidating their partnership. تصفية شركتهم before selling the asset and paying the liabilities، وهي هذه الجزئية المهمة، selling the asset and paying the liabilities. تباع الأصول وتسدد الديون، and capital balance هذا قبل ما يبيعون ويسددون، رأس مالهم 41 and 31 and 20,000. The profit and loss sharing ratio has been 1:1:2. اللي هي واحد من أربعة، واحد من أربعة، اثنين من أربعة. من وين جاي الأربعة؟ قلنا اللي هو التوتل مجموعة. The partnership has 72,000 cash and 40,000 non-cash asset. إيش هي non-cash asset؟ هي الأصول غير النقدية، الآلات، معدات، أثاث أو شو، non-cash. هذه اللي راح تباع. And 20,000 account payable، ودين عليهم. فايش راح يعملوا؟ راح يبيعوا الاصول هذه ويسدد الديون. لما يبيع الاصول ايش اللي راح يصير؟ راح تزيد الكاش. لما يسدد الدين ايش اللي راح يصير؟ راح ينقص الكاش. الدين بيسدد 20 بينقص 20، لكن هنا بكم بيبيعها؟ هذه فيها سؤال، ال40 باعها ب 50,000 او ال40 باعها ب 25,000. assuming the partnership sell the non cash asset for 50,000، على فرض أنهم باعوها ب50,000، يعني في مكسب 10,000. How much cash will each partner receive in the final liquidation? Assuming the partnership sell the non-cash asset for 25,000، لو باعوها ب25,000، كم راح يستلم كل شريك في الشركة هذه في التصفية؟ إيش اللي راح نعمله؟ قلنا أول شيء راح نبيع الكاش، إذا هي موجودة الديون أو
حسبه فقط. ايوه موجوده دي وطن. لما ابيع النن كاش اسيت، النن كاش بعتها راح تكون في الكريدت لانه تخلصت منها طبيعه الاصول مدينه. فلما تكون دائره معناها انها نقصت، نقصت بالكريدت. حطيتها بالكريدت قيمتها 40 ديبت، حطيتها 40 بالكريدت انتهت. اللي معطاه معي القيمة البوك فاليو كم استلمت هنا راح يكون؟ قد استلم نفس القيمة أقل أكثر، هذه تكون فيها يا أما مكسب. ليش مكسب؟ لأن استلمنا 50 قيمتها 40 استلمنا 50، فعندي 10,000 في الكريدت بالكريدت، هذه مكسب. دائما الجين، الجين بيكون في الكريدت. هذه واحد. اثنين لو قبل ما نروح الى البيع الثاني، الان العشرة آلاف هذه مكسب راح توزع عليهم، الجين كريدت احطه في الديبت، اوزعها عليهم حسب حصصهم، واحد الى اربعة، واحد الى اربعة، اثنين من اربعة. العشرة آلاف تضاف، تضاف هنا، وننتبه لكلمة تضاف، الجين رؤوسها لما في الكريدت معناها انها زادت. الشريك الأول زاد بهذا المبلغ، الشريك الثاني زاد، زاد بالحالة الثانية. بالحالة الثالثة أو بالقيد الثالث إيش اللي راح نسويه؟ الآن العملية الأولى قلنا بعنا الأصول ووزعنا إذا كان مكسب أو خسارة، ثم نسدد الدين account payable cash، انتهينا منه. من فين راح أجيب رأس مال الشريك هذا؟ بوك كم راس ماله هنا؟ 43. اذا برجع مثلا الى في طريقتين معي، خلينا نمشي بالحاله الاولى وبعدين نتاكد منها. روبي راس مالهم، خلينا ناخذهم من هنا، كم راس مالهم؟ هذا 41 و31 و 20 للمال، هذه رؤوس اموالهم الثلاثه. 41 ألف جت له، أضيف له 2500 للواحد وأربعين، 41 زائد 2500 43500. الشريك الثاني رأس ماله 31 اللي هو سكوت، أضيف له 25 سكوت هيز كابيتال أور كابيتال 31 بلس ذا جين 2500 33500. That third partner is capital 20,000 plus 5 25. فراح ارجع راس ماله واضيف عليه، اضيف هنا لانه مكسب، لو خساره راح اطرح منه في الحاله الثانيه، واجمعهم يكون راس المال الكاش في الكريدت. الكاش للتحقق منها، للتحقق منها كم عندي الكاش في الاصل؟ هي الكاش عندي 72,000، عندي 72,000. بعت الأصول هذه، بعت الأصول 50,000 زائد 50,000 راح تساوي 122. دفعت منها ديون 20,000 ناقص ال 20,000، 122 ناقص 20 102,000. هذه للتحقق منها. الكاش كانت 72، بعنا الأصول ب 50,000 صارت 122، دفعت 20 الكاش هنا تبقى 102. جبت الكاش بطريقة أخرى للتأكد أنه، والمجموع طبعا يساوي 122. هذه الفرضية على أساس أنهم بايعين بمكسب. طيب نرجع للفرضية الثانية، لو بيعت الأصول بخسارة قيمتها 40 باعوها ب 25,000. فرضية ثانية هنا assuming the partnership sell the non cash asset for 25 قيمتها 40,000 they sell it for 25,000 then there will be a loss.
كريدت 40 ديبت 25، ففي نقص في الديبت الجانبي. اذا الفرق في الديبت راح يكون لوس، اذا الفرق بالكريدت جين. لما كان في 50,000 فوق السؤال بالمطلوب الاول 50 وهنا 40 ديبت 10,000 مكمل، لكن الان هنا 40 وهنا 25، فال 25 مكمل في الديبت اذا لوس. وهي فعلا ديبت 40 بيعت ب 25 اكيد فيها خساره 15. اللص هي ديبت، عشان اقفلها راح احطها كريدت. بالاعلى كانت اللص في الكريدت فحطيتها في الديبت ورؤوس اموالهم بالكريدت. الان العكس، اللص ديبت فلما اقفلها احطها بالكريدت ورؤوس اموالهم في الديبت. راس المال في الديبت معناه انه نقص. راح ارجع مره ثانيه لكل شريك واطرح من راس ماله. الشريك الاول 41 راح اطرح منه 3750، راح اطرح منه بصراحه ما فهمت. طيب ايش اللي ما فهمته؟ هذا اللي نقدر عليه يا سيد، هذا اللي نقدر عليه والله. اذا في شيء ما فاهمه قل لي، لكن ما فهمت كذا بس الله بيعيننا وبيعينك ان شاء الله. ال15,000 راح توزع على الشركاء الثلاثة، الشريك الأول ربع ربع ربع. ال15,000 وزعناها عليهم، انتهينا. طيب الدفع نفس الحالة، نفس الحالة اللي فوق الأكاونت بيبر، راح أقفلها كاش راح تنتهي. أشرح بسرعة، الفيديو معاك، راجع استمع له مرة مرتين 10 مرات، عندك الفيديو تقدر تشوفه بعدين وتتابع عليه. أنا بحاول أخلص أكبر قدر ممكن من التمارين، ولو في استفسار في حاجة معينة ممكن تسأل فيها، بس أنا ما فهمت ما بعرف وين النقطة اللي ما فهمتها عشان أرجع أشرح لك إياها. نيجي على الجزء الأخير اللي هو قلنا البيمنت. اولا بيعت الاصول قيمتها 40 بعد 25، الفرق راح يضاف او يطرح من رؤوس اموال الشركاء، ثم ندفع الدين اللي عليهم، ثم ما تبقى راح يسدد لهم للشركة وتصفى الشركه. فبرجع بشوف راس مال الشريك الاول كم؟ السؤال 41,000، 41,000 راح اطرح منه 3750. ليش اطرح 3750؟ لانه راس ماله مدين. اذا 41,000 ناقص 3750 37,250، هذا الاول. الثاني راس ماله 31، راح اطرح منه نفس الشيء 3750. الثالث راس ماله 20، راح اطرح 7512. 1 2 3 مجموعهم 77. وللتحقق من ال 77 ارجع مره ثانيه، كم الكاش اللي عندهم؟ قلنا 72,000. بيعت الاصول الان ب 25، يعني استلموا 25 صار عندهم 97,000. هنا ما فيش كاش، هنا الكاش ديبت زادت، هنا الكاش كريدت نقصت، نقصت الكاش ب 20,000 فتبقى 77. وهي هذه اللي موجوده هنا، وهي مجموع رؤوس اموال الشركه الثلاثه، وتصفى الشركه بعد ما بعنا الاصول، وزعنا الربح والخساره عليهم، دفعنا الدين، ما تبقى من الكاش راح يوزع فيما بين الشركه ووالدات الشركه. One more question. وهذا نفس الشيء بس هنا عاطي لهم على شكل ميزانيه. بالاول كان يقول لي ان الكاش عندهم 72,000، هنا يقول لي اياها في الميزانيه 14,000. كان يقول لي هناك ان الكاش النن كاش اسف كم كانت؟ 40,000، هنا 160 النن كاش اللي هو دائما قلنا راح يبيعوا هذه ويسدد الديون اللي عليه. في السؤال السابق كانت 20,000 في الاكونت قبل، هنا 65، وبعدين بيدفع ما تبقى للجماعه.
الآلية توزيع الأرباح فيما بينهم كانت هناك 1 1 4 واحد من أربعة ربع ربع أو شيء هكذا، هنا 15% للشريك الأول 60% للشريك الثاني و 25% للشريك الثالث، نفس الفكرة ولكن بشكل ميزانية. وهنا دفعوا له أو سوري بيعت الأصول ب 180,000 أو بيعت الأصول ب 130,000، بيعت بأكثر من قيمتها بأقل من قيمتها، قيمتها 160 الأصول إن انكاشف، فلو بيعت ب 180 يعني عندي 20,000 مكسب راح أوزعها عليهم، ولو بيعت ب 130 عندي 30,000 خسارة راح أوزعها عليهم. وهنا عملية البيع 180,000 بعناها ب 160 سوري 160,000 قيمة الأصول النان كاش أسد قيمتها 160 استلمنا بعناها ب 180، فعندي زيادة 20,000 أو الكريدت موجود فيه نذهب شو يسمونه متمم حسابي بلاك نمبر 20,000 180 60 يقعد المحاسبي لازم يكون متساوي الدب تساوي الكريدت، فإذا في 180 لازم يكون 180 أكمل عليه بالعشرين. العشرين ألف هذه بما أنها كريدت قلنا بتمثل جين، والجين هو طبيعة الكريدت لما أقفلها أحط ديبت هي نفسها هنا تنزل لها العكس، ولو كانت لوس في الديبت لما أقفلها راح أحطها بالكريدت بالكريدت. تم نوزع ال20,000 هذه الجين عليهم، هنا رؤوس أموالهم كريدت ديبت جين كريدت رؤوس أموالهم أي بالكريدت، يعني إنها زادت رؤوس أموالهم بهذه المبالغ، وراح نشوف كم راح تصير. الشريك الأول أكيد رأس ماله 20,000، لما برجع للسؤال الشريك الأول رأس ماله 20,000، الشريك الثاني 67، الشريك الثالث 22,000. الشريك الأول بمعنى 20 زادت 3 راح يصير 23، الشريك الثاني 67 زادت 12 97، الشريك الثالث 22 زادت 5 27، وهذه رؤوس أموال المجموع رؤوس أموال ما راح تدفع كاش. الكاش عشان أتأكد مرة ثانية منها أرجع للسؤال كم الكاش كان فيها، فيها 14,000 بعنا الأصول زادت الكاش 180 زائد 180 سددنا الديون اللي عليهم، هنا الكاش في الكريدت نقصد في ديون عليهم 65 سوري تبقى في الكاش 129,000 هذه، وهي نفسها رؤوس أموال اللي هي 20 و67 و22 أضفت لها حصتهم من توزيع المكسب من بيع الأصول. لو بيعت ما بيعت ب 180 بيعت ب 130 قيمتها 160 استلموا 130، فالفرق بيكون هنا بيكون الفرق خسارة 30,000. الأسامشن الثاني لو بيعت الأصول assume the non-cash asset are sold for 130، بيعت الأصول ب 130,000 فراح يكون الفارق قلنا في الدبت، ولما يكون في الدبت الفارق عبارة عن loss عبارة عن خسارة تخلص من الأصول أو بيع الأصول، الخسارة راح تروح للكريدت هي ديبت أقفلها حطها كريدت، الجين لما كان عندي 20,000 مكسب هو ديبت حطيتها كريدت ورؤوس أموالهم في الكريدت، العكس الخسارة في الديبت راح أحطها في الكريدت ورؤوس أموالهم بتكون في الجهة الثانية اللي هي في الديبت. إذا رؤوس أموالهم في الديبت معناها أنها راح تنقص، الشريك الأول رأس ماله 20,000 ناقص 4,500 15,500، الشريك الثاني رأس ماله 67,000 ناقص 18,49، الشريك الثالث 22,000 ناقص 7,500 14,500،
ولما بجمعهم بيطلع لي 79. البيبل دفعناها لل 79 مرة ثانية عشان نتأكد منها، عندي كم الكاش؟ 14. ضف بعنا الوصول ب 130 صارت 144، دفعنا منها 65 الديون بالماينس، فتبقى معي 79 أيضا هي هي. يعني في الأخير يبقى في الميزانية الكاش 79 ورؤوس أموالهم اللي هي هذه، فأقفلهم وتصفى الشركة بهذا الحال والحمد لله رب العالمين. هاتوا أسئلتكم الآن، حد عنده شيء سؤال استيضاح؟ حاضرين.